مكتظة، أهلة في الملصقات اللي مصيرها التمزيق في معظم الأحيان، استقبالات وأهازيج هي أول وش يجي في ذهن أي متابع للشأن السياسي الجزائري فور ما يعرف أن الحملة الانتخابية بدأت. لكن تشريعيات 2021 جلبت معها الجديد هذا المرة، ففي الوقت اللي حافظت فيه بعض الأحزاب على تقاليدها لظفر بالأصوات اللي تخولها لدخول قبة البرلمان، اختار مرشحون آخرون محزبون وأحرار باش يكسروا القاعدة ويلجؤوا للعالم الافتراضي، ونلعب انتشار فيروس كورونا دور كبير في هذا الشيء، إضافة إلى دخول جيل الإنترنت هذه المرة للمعترك الانتخابي، حيث تضم القوائم المترشحة 50% من الشباب اللي قدروا يوصلوا أصواتهم، يوضحوا برامجهم، وحتى يتفاعلوا مع المواطنين من خلال خواص البث المباشر، الاستمارات الاستطلاعية الإلكترونية للرأي، الفيديوهات وغيرها، خاصة على موقع فيسبوك اللي تحصل الجزائر على مستواه لأزيد من 25 مليون متابع. ويشوف مراقبون للوضع بأن هذه الطريقة المنتهجة لإقناع المواطن باش يدلي بصوته لصالح جهة ما راح توفر تكاليف الإشهار، كراء القاعات والملصقات وغيرها من وش تطلب الحملة الانتخابية، إضافة إلى أنها كسرت حسبهم حاجز الحوار بين المترشح والمنتخب لعيشنا هالسنوات. فهل راح تنهي تكنولوجيات مواقع التواصل الاجتماعي زمن الترويج للسياسة في القاعات وتخلينا أمام لقاءات من نوع آخر؟ وهل حان وقت مواكبة ما سبقنا العالم إليه من تطور منذ وقت طويل؟